مرحبا بكم أعزائي التلاميذ وخاصة تلاميذ السنة الثالثة إعدادي إيه في فيديو جديد مع درس جديد في مادة الفيزياء والكيمياء درسنا اليوم التأثيرات الميكانيكية والقوى en français les actions مقدمة جميع الأجسام التي تحيط بنا تخضع لتأثيرات ميكانيكية أو ما يسمى بالقوى من طرف جسم أو أجسام أخرى يعني كل جسم كيأثر على شي حاجة بحال مثلا فاش كنبغي نهز شي حاجة كنطبق واحد القوة على ذاك الجسم إذن فما أصناف هذه التأثيرات الميكانيكية وما مفعولها على الأجسام هاد التأثيرات الميكانيكية عندها أصناف وعنده واحد المفعول كنديروا واحد المفعول على كل جسم غنشوفوهم في الدرس ان شاء الله مفعول التاثيرات الميكانيكيه امثله وملاحظات امثله ينفذ اللاعب ضربه جزاء تاثير المغناطيس على المفتاح يعني المغناطيس كيجذب المفتاح يتوا من الحديد تاثير اللاعب على الزانه تأثير الخيط على الثرية تأثير المضرب على الكرة فاش كنضرب واحد المضرب كت... المضرب كدير واحد على ديك الكرة اللي ضربات ملاحظات القدم تحرك الكرة والمغناطيس يحرك المفتاح بدك الجهد ديال المغناطيس اليد تشوه الزانة الخيط يمنع الثريا من السقوط والمضرب يغير اتجاه الكرة استنتاج يتبين من خلال الامثله ان هناك جسم يطبق التاثير يعني واحد الجسم هو اللي يسمى الجسم المؤثر واخر يقع عليه التاثير يعني هو اللي كيتاثر يسمى الجسم المؤثر عليه كل تاثير ميكانيكي له مفعول معين يمكن لتاثير ميكانيكي مطبق على جسم ما ان يحرك الجسم يعني داك التاثير ممكن يحرك واحد الجسم او لا يغير حركه الجسم فحال مثلا المضرب كيغير حركه الكره يشوه الجسم فحال مثلا شي ضربه ضربنا بها شي سياره وتشوهات وكذلك يساهم في الحفاظ على توازنه غناخذ مثال وهو تقريبا هكا كيتحطوا التمارين في هذا الدرس المثال كيقول ينفذ اللاعب ضربه جزاء شكون هو الجسم المؤثر زعما شكون اللي قام بهذا الفعل هو هي القدم والجسم المؤثر عليه يعني اللي تاثر هي الكره ومفعول التاثير شنو النوع زعما ديال التاثير هو تحريك الكره وهكذا تحت المثال خلاصه للتاثير الميكانيكي المطبق على جسم ما مفعولا يعني عندنا نوعين من المفعول اولا مفعول تحريكي اون فرونسي ديناميك يؤدي الى تحريك الجسم او تغيير منحى حركته يعني ممكن نحركه ولا نغير المنحى ديالو او مفعول سكوني اف ستاتيك يؤدي الى تشويه شكل الجسم او المساهمه في المحافظه على توازنه اذا عندي نوعين من المفعول او التاثير الميكانيكي تحريكي وسكوني اصناف التاثيرات الميكانيكيه التاثير الاول هما تاثيرات التماس تماس يعني بحال التصاق ولا شي حاجه تقاست اكسيون دو كونتاكت تحدث هذه التأثيرات عندما يكون الجسم المؤثر في تماس مع الجسم المؤثر عليه يعني الجسم اللي كيأثر مع اللي كيتأثر كي كيكونوا محادين ملاصقين ملحوظة تكون تأثيرات تماس إما نذكر نوعين كاين تأثيرات تماس مموضعة يعني en français لوكاليزي إذا تم التماس بين المؤثر والمؤثر عليه في مساحة صغيرة جدا كما قلنا موضعي شي حاجة موضع موضع غير في واحد المساحة صغيرة يمكن اعتبارها نقطة بحال مثلا إلى شتيت واحد المسمار من الرأس دياله ولا عندي تأثيرات تماس موزعة أكسيون غير يعني إذا تم التماس في مساحة كبيرة يمكن اعتبارها نقط متعددة أمثلة عندي تأثير الطاولة على العلبة هو تأثير تماس موزع علاش حقاش العلبة عندها مساحة كبيرة والتماس في واحد كيكون كي في واحد زعما فين كي وكي يكون في مساحة كبيرة بينما تأثير الخيط على الثريا هو تأثير تماس موضعي يعني غير واحد النقطة فين شدود الخيط شد الخيط مع ديك الثريا ثانيا هناك تأثيرات عن بعد تحدث هذه التأثيرات عندما يكون الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه غير متماسان نعطي مثال كما هو في الصورة عندي المغناطيس مع المسمار المغناطيس كيجذب يعني كيدير واحد التاثير على المسمار ولكن بلا ما يتلاصق معه يعني بلا ما معه وهنا كنقولوا تاثير عن بعد كما قلنا ملحوظة التأثيرات عن بعد هي تأثيرات موزعة يعني كتوزع المساحة ديال ولا الشكل ديال الجسم كامل ملحوظة التأثيرات عن بعد هي تأثيرات موزعة جرد التأثيرات الميكانيكية لجرد هذه التأثيرات يجب تتبع الخطوات التالية وهكذا غنبقاو نديرو في التمارين تبعو مزيان اولا تحديد المجموعه المدروسه يعني شنو الجسم اللي غتتم عليه الدراسه ديال التاثيرات المجموعه المدروسه تسمى باللغه الفرنسيه سيستام étudié هي ذلك الجسم او الاجسام التي يتم دراسه التاثيرات المطبقه عليها ثانيا جرد التاثيرات الميكانيكيه هذا الجرد هو البحث عن جميع التاثيرات المطبقه على المجموعه المدروسه وحنا قرينا ديجا شنو التاثيرات اللي كتكون وذلك باحصاء تاثيرات التماس كنقول واش تاثير التماس ولا التأثيرات عن بعد تطبيق تمرين يقول نريد البحث عن التاثيرات الميكانيكيه المطبقه على مسمار معلق بخيط يجذبه مغناطيس يعني غنشد واحد المسمار وغنركب ليه واحد الخيط ونهزوه في السماء ومن التحت عندي واحد المغناطيس هو اللي كيجر هذاك المسمار اولا حدد المجموعه المدروسه شنو بغيت ندرس وثانيا اجرد التاثيرات الميكانيكيه المطبقة على المجموعة المدروسة يعني شنو التأثير اللي يطبق على المجموعة المدروسة ثم صنفها وتنقول واش تأثيرات التماس يعني كتلاس قوية ولا تأثيرات عن بعد الحل المجموعة المدروسة أنا الجسم اللي بغيت ندرس هو المسمار والسؤال الثاني جرد القوى المطبقة على المسمار إلا لاحظت أن المسمار مشدود بواحد الخيط دونك عندي تاثير الخيط على المسمار وبما انهم كيتقايسو يعني هناك قوى التماس ولا تاثير التماس التاثير الثاني هو تاثير المغناطيس على المسمار قلنا المغناطيس يجذب المسمار وبالتالي هي قوى عن بعد حيت المسمار والمغناطيس ما كيتلاقاوش والثالث اللي خصكم تردوا ليه هو تاثير جاذبيه الارض وزن المسمار يعني الا طلقنا المسمار ما بقاش شدوا الخيط غيطيح الارض اذا الارض كتجذب وبالتالي قوى عن بعد المدروسة, المسمار, Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention. À bientôt!